السلام عليكم، كيف حالكم؟ عساكم خير. بعد غياب طويل رجع لنا تريلر لفينال فانتسي 7 ريبيرث، او الريميك الجزء الثاني، او ما عاد صار ريميك، صار جزء جديد مستقل. يعني انت لو ما لعبت الريميك تقدر تلعب هذا عادي، امورك طيبة وما تحتاج ترجع لورا اذا ما كنت مهتم. فهذا الفيديو راح يصير فيه حرق قوي، راح اتكلم عن فريم فريم في هذا الفيديو. انت حر. اول حاجة خلينا نشوفه، بعد كذا نعيده مع التحليل والنظريات اللي ممكن تكون صح ممكن تكون غلط، مين يعرف. We're still here at the scene of this terrible disaster caused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1 and 2. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. Look at it all. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. I was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? And you're asking me this? This is gonna sound crazy, but as far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. The life stream. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Man, I believe he called them. Sephiroth was in Midgar. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? After 5 years, doing who knows what? Well now, think we woke it up. Angered it, more like. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. They say she's a monster, that she can peer inside you, into the very depths of your soul, that she can become those you hate, those you fear, those you love. Three. Yeah. You murdered my dad! You burned my village! Do you know that I killed her? So, who is she? طيب، جاء وقت الحرق أو التحليل، مين يعرف. خلينا نشوف عندنا. حنمشي حبة حبة بدون صوت طبعا، أو ممكن نخلي الصوت لأنه في كلام يصير، بس مو دحين، قدام شوية. طيب، هنا عندنا القطاع الثاني، في تورنيدو أو عاصفة صارت، بس إحنا شفناهم طايحين الأخوان. إيش الحكمة؟ ميدجار إيش قاعد يصير هنا؟ مو إحنا على أساس إنه خلاص خرجنا من الميدجار وقاعدين نمشي ووصلنا الكان في الديل سي حق يوفي؟ إيش صار؟ ليش رجعونا هنا؟ ليش حطوا حاجة بالسي جي آي؟
احتمال انه هذا اللي احنا قاعدين نشوفه هذه راح تكون مقدمة اللعبة من البداية. يمكن اول ما تيجي تشغل اللعبة راح تشوف هذا الشيء صادفك. عندنا هنا القطاع 0 1 و 2 كلها تدمروا. مين دمرهم؟ افالانش. طيب اوكي عندنا هنا الاخبار وهذا صار اصلا انهم فضحوهم يعني في القطاع الخامس لما انكشفوا في شابتر 6. طيب خلينا نشوف هنا عندنا بيرت توفى وعندنا تيفا مع السلامة. ولو ماتت فعليا في اللعبة انا خلاص بقطع سكويرينكس نهائيا. عندنا ريد 13 معناتها هنا تعرفوا عليه عرفوه وكونوا صداقة معاه. بس كيف؟ احنا في اي زمن؟ هل في زمنين ولا في زمن واحد؟ سوري هنا السؤال، في زمنين ولا زمن واحد؟ هنا إيريث ماتت ثاني مرة تموت من إيريث الأصلية. هنا السفرث وريشته هذه اللي أشغلنا فيها. طيب زي ما ذكروا المطورين في نهاية الجزء الأول إنه النهاية مو النهاية، الرحلة المجهولة مستمرة. طيب هذا المكان هو منجم قديم بعد ما تعدي كالم وتعدي مدينة شيكوبو الصغيرة. أتوقع إنه تفتح أنت باب وقدامك جونون ومسافة كبيرة يعني، وتقابل يوفي قدام، عشان كذا هي ما هي معاهم هنا، لأنك أنت أصلاً في اللعبة الأصلية أول فرصة إنك تقابل يوفي هناك. أنت يمديك أصلاً في اللعبة الأوريجينال حقت البلاي ستيشن 1 الكلاسيك تتعرف على يوفي وأنت قاعد تلعب بتيفا أو وأنت قاعد تلعب بسيد، مو شرط تلعب بكلاود، فهي اصلا كانت قصة فرعية. فهنا يبي يعرفوك عليها بدري قبل لا تدخل جنون او قبل لا تستقل الباخرة. ففتحوا الباب لقوا العالم كبير، بس هو مو هذا العالم، هذا مو عالم يعني فاينل فانتسي النهائي، هذا جزء بسيط لانه عالم فاينل فانتسي عبارة عن قارات، فانت لسه في قارة ميدغار ونهايتها. لما تعدي جنون ما في شيء قدام، لو نقول انه ما في حاجز انت تعدي جنون راح تلقى ميدغار مرة ثانية. عشان كده هم راحوا بالباخرة لانه هي المنطقة الوحيدة اللي فيها ميناء وتركب وتروح تبحر. لو نلاحظ هنا إيريث هذا سي جي، يعني انا اللي شايف انه ما هي اللي في اللعبه، هذا سي جي بس كانه اللعبه يا اخي، يعني ميكس ما بينهم، رفعوا لك الجرافيكس قربوا لك اياه من السي جي بس ما هو السي جي، يعني هو شكل نفسه بس العين شويه مختلفه والاذن، هذا اللي حاسه بس انا شايف هذا سي جي. اوكي هذه الطاحونه، هذه منطقة برضو موجودة في الكلاسيك تقريبا بس ما لها اي اهمية، يعني عبارة عن مزهرية، يعني انت اكيد رح تجي هنا تاخد حاجتين بسيطة. فهنا إيريث قاعدة تقول انه بعد اللي سويناه في العالم لا يزال قوي ولسه نشط، يعني انه بعد العاصفة والبهدلة اللي صارت. فقام رد عليها ريد 13 قال له اوكي هذا ظاهريا، بس هو اصلا قاعد يعاني من جوا لانه شركة شينرا قاعدة تاخذ اللايف ستريم او ينبوع الحياة او المصطلح يعني تبعنا النفط. فزي ما احنا شايفين هي هذه المنطقة موجودة في الكلاسيك تخلصها في 10 ثواني مشي، يا مشي بس خلاص انتهى. بس هنا ما شاء الله اعطوك الاستكشاف، يعني بدل ما تكون 10 ثواني يمكن تكون ساعة ساعتين ثلاثة حسب يعني استحمالك للمكان وقديش انت تبى تطور وتستكشف وتيجي تتأمل. فزي احنا شايفين هنا هذه المناطق متصلة ببعض بالرياكتر او المفاعلات الموجودة في القارات تبع شركة شينرا موصلة ببعض وتمد الطاقة. عندنا هنا المكان ما شاء الله يعني مليان ورد، هذا قريب من الورد اللي إيريث زرعته.
بس ما بتفلسف لأنه هنا في بنفسجي، فهذا ممكن يكون مختلف، أو لأنه بس ميدغار في منطقة، مستغربين هم يقولوا إنه منطقة ميدغار منطقة ميتة، كيف انزرع هذا الورد؟ فهي الفكرة كده جاية إنه ممكن يكونوا لهم قسم مشترك. طيب هنا تيفا تسأل إيريث، تقوم تقول لها كلاود ما كان موجود في من نيبلهايم قبل 5 سنين، ما كان موجود، كيف حكانا القصة؟ يعني ما هي منطقية. في الكلاسيك هي تسكت، لكن في الريميك أو الريبيرث فجرتها، راحت سألت إيريث، فقامت إيريث قالت لها أنت تسأليني ذا السؤال على أساس إنه كلاود فاضي يسألني أو يحكيني قصة حياته قبل 5 سنين؟ ترى أنا لسه ما أعرف كلاود إلا من يومين، على بالك إنه كلاود حبيبي وإنه في بيننا قصة حب وعشق ودباديب وغرام؟ إيه سلامات. فما جاوبتها، لكن تيفا مصرة هذه المرة، والإصرار واضح إنه قوي، إنه وذا يعني ما قال لك منه كلمة كلمتين؟ ما في أبدا. وعندنا هنا هذا المكان اللي هو نقول مزرعة شوكوبو أو الاسطبل أو له اسم زريبة ما أدري إيش يطلع، اللي هو حطون الشوكوبواتين علشان يعيشوهم. في عندنا هنا ريد 13 قاعد لحاله، معناتها مو شرط إنه طول الوقت يكون ماشي وراك، يعني ممكن الجروب يتقسم زي فنان فانتسي 15، أحيانا لما أنت تدخل منطقة برومتو يروح لك مكان، إغنيس يروح لك مكان، جلاديوس يروح مكان، أنت تطلع يرجعوا يتجمعوا معك. فهذا اللي تقريبا ممكن مأخوذ. وفي لعبة ما أدري إيش كان اسمها، هورايزون زيرو ما أدري هورايزون، ما هو سباق السيارات، لا هذاك يعني الذيك فتاة الأدغال. فقال المخرج كيتاسي أو المنتج ما أدري مين يطلع، بس واحد من المجموعة قال أنا أستوحي من عالم هورايزون وأحطه في الريبيرث، لأنه أغلب الريبيرث ما هي مدن زي ميدغار، لا أنت حتقعد تمشي، كل مدينة تدخلها في اللعبة الأصلية ممكن تاخد معك ساعتين، انكثر 3 ساعات، بس هنا لا، هتدخل مدينة ممكن تخلصها في 6 ساعات حسب يعني مقدرتك، تتجول قديش، تتفرج الإعلانات، تروح تلعب مهمات جانبية، لأنه أنا شايف هنا في البرة اللي فوق في يقول لك إذا تبي تروح الديسكوفرد حتمشي 470 متر، إذا بتروح مثلا المهمة الجانبية حتمشي كذا، إذا بتروح للمهمة الرئيسية حتمشي مثلا كذا، وممكن توصل حتى 1000 رقم، يعني 1000 كيلو ممكن تمشي يعني واحد. المهم في هنا عندنا مناطق مهجورة، هذا المكان يعني غريب، فهنا تجمعوا الأربعة من غير يوفي، لأنه ولا يوفي معاهم، لا هنا لسه ما عرفوا يوفي، في هنا خيارات بس أنا مغطي عليها ما شاء الله. كيف تتحكم بشوكوبو؟ طيب هنا عندنا بوغين هاجن اللي هو يعتبر جد ريد 13 أو ناناكي، قاعد يحكيهم يقول لهم ينبوع الحياة هو جوهر الحياة في العالم، وأنه شركة شينرا ما أدري كيف، وأنه يعني له قدرة يعني ما هي طبيعية، فإحنا ما علينا، لا بس شكله أقسم بالله مرة حلو، تحس انه ما غير اللبس هذا من 20,000 سنة لما كان نحيف وصغر، هو عمره 300 هذا اتوقع بوغن هاجن في كوزمو كانيون. هذا المكان يعني يا انه يكون المنجم نفسه، او في كوزمو كانيون لما تروحوا تستكشفوا في منطقة ياخدكم بوغن هاجن وتمشي معه وتدخلوا هنا. فانا شايف انه بيرت معاهم، بيرت موجود بس تيفا لا، فثلاثة يكونوا يعني برضو احنا دخلنا بلاي ستيشن 5 وقدرات الفايت ضعيفة، انه ممكن كلنا نمشي في نفس الوقت، ممكن نقول خلينا نقول كلاود إيريث بيرت تيفا وريث 13 ويوفي 6 اشخاص يمكن نمشي مع بعض عادي امورنا طيبة، بس وقت الفايت 3 يختفوا 3 يبقوا اللي هم الايه البارتي ممبر اللي انت ايش حطيتهم. وانا شايف تحت هنا مع اني مغطي كول شاكوبو، اذا وانت قاعد تمشي حسيت بالملل، حتى في هنا فوق 1366 متر،
تستدعي شوكوبو، ممكن تصفر، ممكن تجيب صفارة، ممكن خلاص هو يجيك كذا دايركت حسب. هذا المكان مألوف ليا اللي هو الدوار، هو في مكان في شسمه نيبلهايم تطلع ذا الدوار، بس هم حاطين زيادة وحاطين لك أشياء فوق على أساس رادارات وتعقبات وأشياء. وفي واحد تكلم هنا صوته قريب من روفوس، قاعد يقول إنه شادو مان ما شادو مان، إنه هذا ظل يعني شخص. فهنا في حاجة ما هي منطقية. فهنا كلاود جالس يحكي في كولم إنه يا جماعة اللي واجهناه في نيبلهايم، نيبلهايم مين اللي واجهناه في ميدغار نهاية الجزء الأول الريميك كان سيفوروث. سيفوروث عايش، أنا متأكد من ذا الشيء، وانتو كلكم شفتوه مو بس أنا. فقامت قالت تيفا إنه ليش بعد 5 سنين، ليش بعد 5 سنين كده رجالنا فين كان وش كان يعمل؟ الله كلاود شكله هنا متغير مرة، عيونه تغيرت شوية، حواجبه تحسها نزلت، عينه دخلت كده جوة بعض، ما أعرف. بس هذا ما هي النسخة النهائية، فحيعدلوا فيه. حتى أرث شكله هنا لسه مضروب. فهنا يا تيفا قالت إنه ليش بعد 5 سنين إيش كان يعمل؟ أوكي. فهنا بدأ كلاود تتخبش أفكاره وبدأ يشوف ريال ريونيون دولي حقين لما الشمل أو جمع الشمل. فهنا بيرت وريد 13 افترقوا، هذا المنجم أو اللي في كوزمو كانيون المغارة اللي تروح لها عشان في حدث هناك. طلع لنا واحد حلو، بوس فايت تتسلى معه شوية، حلو تلعب بريد 13. أنا ملاحظ إنه في حاجة هنا جديدة، إيش هذه الحاجة؟ ما هي واضحة لسه، ما أقدر أخمن لما هي واضحة. هنا إلينا، هذه إلينا جديدة في جماعة التوركس. هنا رود فارس أحلام تيفا يقول لا يغركم إنها جديدة، تراها واحدة مننا وفينا وحتبدع. اوكي والله جلدتهم، حلو الفايت الان. اوكي شوف الضربة كيف فيها، حلو. طيب والله فايت جامد. في حاجة كانت في بالي بس نسيتها، يلا معلش. العالم هنا ما شاء الله يعني واكي، قريب من الاصلي ومستوحى من فاينل فانتسي 13 و 15 وهورايزون، يدمجهم مع بعض في خلاط يطلع لك ذا الشيء. سكوير قالت والله احنا دافعين ملايين مليارات مدري ملايين على اللعبة، اكيد ما راح نخليها كذا تمشي، لا لازم نطلعك وننزلك ومطبات وجبل. اتمنى انه يقدر ينقز كلاود، يعني ما يكون بس كذا مجبور على مكان معين. هنا الفايت زي ما انتم شايفين اجباري يكونوا ثلاثة، مع انه في إيريث وريد 13 لسه يوفي هنا ما قابلوها لانهم دوبهم خارجين هنا في بداية اللعبة. الفايت كلاود يعني قاعد يستخدم ضربات جديدة، وانا كمان شفت ميدغار هنا، ميدغار اهي لسه هم في البداية، ومبين انه ما في حريق في ميدغار، يعني ما في ذيك العاصفة اللي احنا شفناها قبل شوية، يعني كان الوضع واكي. هل الزوبعة هذه اللي صارت في التايم لاين حق زاك، او انه ما في شيء اسمه تايم لاين ثاني وانه هو تايم لاين واحد، بس انت بعد ما هزمت الويسبر صار فيه مفارقات، صار فيه تفريق، صار فيه اثنين مثلا، اثنين تيفا اثنين بيرت اثنين كل واحد فيهم مثلا وماتوا ودخلوا لك زاك في القصة الأصلية، بس لأنه قاعد يمشي ف يعني كلاود وزاك اللي كانوا يمشوا في التايم لاين الثاني هذا قبل أحداث اللعبة، يعني من البداية لما أنت تيجي خلاص تضغط ستارت مينيو تحط نورمال أو هارد أو إيزي وتبدأ تلعب. زاك مات قبلها بحوالي شهر تقريبا،
ما يعدي شهر ونص، ممكن أسبوع، ممكن يومين، ما قالوا بالضبط يعني، بس حوالينها. هنا عندنا الجنون، يعني شيء واكل الموضوع كبير. المكان عبارة عن قلعة كبيرة، ذكرتني بكينغدوم هارتس الثالث لما تروح المدينة الأخيرة، آخر حاجة ما أدري إيش كان اسمها، سكالا أد كايلم ما أدري إيش كان اسمها. فهنا يعني قبل لا توصل لهنا بدقائق في اللعبة الأصلية، بدقائق شايف، ممكن دقيقتين، حتى دقيقتين مشي تتعرف على يوفي. هذا أول مكان تقدر تتعرف فيه على يوفي. لما تقدم وتروح للأهرامات وأشياء ثانية عندك فرصة، إذا أنت سويت سكيب أو ما انتبهت أو حبيت أنك يعني تغير رأيك، في فرص كثيرة أنك تقابل يوفي، حتى ممكن تقابلها في الديسك الثالث في اللعبة الأصلية. أتكلم عن الأوريجينال كلاسيك، أوريجينال. طيب المكان قادح، يعني حاطين تفاصيل أشياء كثيرة، وزي ما احنا شايفين هنا الهاي ويند اللي هي السفينة حقت سيد اللي اخترعها قبل لا يروح لمنطقة الروك، منطقة الصواريخ. وهنا الكانون اللي هو المدفع، هذا المدفع كانت فيه نتيفة ضد سكارلت لما كان كلاود في مكان، خلاص يكفي حرق في مكان معين. ف شوف ايش بعدها. اوكي هذا الفايت حق ريد 13، وفي يعني كومبو حلو والله صراحه السيستم يعني. وبيرت في عنده حركات جديده، وكلاود كمان ليميت بريك جديد. اوكي هنا نيجي ونشوف ايش صار. هنا عندنا هذا اللون الموفي ظهر لمين؟ للمسكينه يوفي لما مات نيرو، او لما نيرو قتل ايش كان ذاك سونون، فهي يعني صارت معاهم. هذا المكان فين بالضبط؟ هذا المكان بعد ما تعدي جنون وتدخل السفينة وتبحر لذيك ذاك الشاطئ كوستا دي لي مشي زي كذا، ناسي الاسم. فهي لما شافت تذكرت موتة سونون وربطوا سونون بالقصة. هنا ياي شيلوا عني مسكين الرجال، مداري قاعد لحن، ها ايش هذا الشيء، وهذه قاعدة في حلقه، خلاص ارحميني انقلع عني، شيلوا عني. اوكي انقلعت. فهذا المكان فعليا هنا اصلا انت اول مرة تقابل سيفوراث الفعلي، سيفوراث الاصلي حق النسخة الاصلية. هنا لما تقابله يجي كلاود، هاي عرفتني يا سيفوراث؟ سيفوراث يقول مين انت؟ لكن هذه المرة سيفوراث بدأ يخش في الفلسفة حقته وفي الوسوسة. فخلينا أسمع إيش قال، أنا ناسي، حوقف الأغنية. They say she's a monster. هم قالوا إنها وحش كاسر، بس هي في الأصل قاعدة تعيش في خلاياك، في أعماقك، في روحك. That she can peer inside you. شايف هي اصلا اللي خلتك قوي يا كلاود، ايش الجحده ذي يا كلاود؟ اوكي هنا عندنا فايت ضد جينوفا، فايت ثاني، في اكثر من جينوفا، لانه طالما انه الشخص فيه له خلايا جينوفا يقدر يتحول لجينوفا. سيفوراث يقدر يتحول لجينوفا، حقين الريونيون يقدروا يتحولوا لجينوفا، كلاود نفسه يقدر يصير جينوفا لانه عنده خلايا جينوفا. هذا كله طبعا بفضل هوجو. The very depths of your soul. Okay. That she can become those you hate. هي ممكن تحقق لك الكراهية اللي انت تباها، اول كراهية اللي انت ممكن توصل لها، فيها معاني كثير حتى بالياباني كلمات مختلفة. Those you fear. باللي تحسه. Those you love. باللي تحبه. Three. طلع كلاود هو اللي يقول ريونيون لما الشمل. طيب اوكي حلو. ها خلاص هنا يعني سكوير انكس خلاص وضحوا لك، قالوا لك شوفوا يا سكوير ترى انتوا قاعدين يعني شوفوا يا بلايرز او يا اللاعبين، انتوا في الجزء الاول قاعدين تشوفوا كلاود كل شويه يصدع 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 يصدع، ترى الحقيقه انه سيفراث هو اللي قاعد يتحكم في كلاود، وزي ما انتوا شايفين كلاود واحد من الريونيون
اللي هو شبح زاك. مسكين يعني كلاود، عاش حياته 4 سنين في كبسولة، معاناة قصته وهو في نيبلهايم، أخذ ذكريات ما هي ذكرياته، شنرا طارده، سيفورث طارده، اللاعب مو فاهم شيء، بهدلة فوق بهدلة. شكرا على الوضعية دي. إيه أوكي، أنت اللي قتلت أبويا، أنت اللي حركت بلدتي. You burned my village. يا تصدها بصباعه زي جوكو لما صد الضربة حقت ترانكس قبل أرك الأندرويد. Do you know that I killed؟ أوكي يقول له أنت عارف إني أنا قتلتها. أجل مين هذه؟ Killed her. So who she؟ أوكي. بالياباني وضح، قال كلمة تيفا. أنا في البداية قلت إنه أوكي هذا تركيب صوت، هو يقصد إنه أنت عارف إن أنا قتلتها، إني أنا قتلت إيريث، مين هذه اللي أنت قاعد تشوفها؟ بس أتوقع إنه موضح هذا الشيء إنه تيفا، حتى هنا في دم، حتى قبل الضربة كان في دم على ظهرها. بس لا تعرفه لأنها ألعاب RGB وزائد 16 يعني، وما يدخلوا في تصنيف دموي وكذا، فإيه فممكن يتشرح الشخص بس لبسه ما يتوسخ ولا ينعدم ولا يصير له شيء، بس دم يطلع عادي. في النسخة الأصلية لما انطعن بريزنت شينرا وبيرت خرج دخان بدال الدم، فهنا قالوا لا خلينا نخليه منطقي شوية، أو ممكن لأنه السيستم حق البلايستيشن 5 يدعم أشياء كثيرة، فقالوا يلا نحط دم. فبرضو لا يعني إنه لو قال أنا قتلت تيفا معناتها الموضوع حق إيريث النسى، ما النسى، كله وارد وكله موجود. طيب هو على نفس المسار ماشي، إيرلي 2024 يعني كحد أقصى شهر 4، ممكن يكون 3-3، ممكن يكون 4-4، ممكن يكون 4-10، نفس توقيت الريميك الأول اللي نزل على ديسكين. يا ولد على ديسكين يعني ممكن توصل، يمكن يوصل حجم اللعبة 250 جيجا، والله كل شيء وارد. بس كيف الطريقة حقت انك تحط ديسكين؟ هل انت حتحط الديسك الأول والبلاي ستيشن يتعرف عليه، فبعدين تحط الديسك الثاني ويدمجهم مع بعض في السيستم وتلعب بواحد من الديسكين؟ ما ادري والله، ممكن تلعب بالديسكين نفسهم، اذا واحد خرب تلعب بالثاني، الله يعلم، والله مجانين دولي. يعني يصير عندك 3 ديسكات، الديسك الثاني والثالث، وفي عندك ايش الديسك حق النسخه الريميك اذا كان عندك يعني نسخه فيزيكال. وفي نفس الوقت قاعد اقول لنفسي، هل الديسك ديسكين بمعنى انه ممكن تلعب يعني مسارين، مسار فيلو زاك، مسار فيلو زاك فعليا يعني، ومسار اللي انت ماشي عليه، مين يعرف، والله ما ادري، كل شيء محتمل. ولسه نظريتي في انه تايمين، تايم لاين اللي انت قاعد تلعب فيه والتايم لاين حق زاك، او صار في تشوه في الزمن، مين يدري. في بداية الفيديو ماتوا اصحابنا بيريت وإيريث وتيفا وريد 13، هل موتتهم هذه قاعدين يمثلوا انهم ماتوا عشان يغطوا على الجرائم اللي صارت الإرهابية وكذا؟ مين يعرف؟ انا صراحة ما حقدر اجاوب على اي سؤال لانه ما في شيء واضح، انا حبيت بس اعطيك نظريتي واللي جاء في بالي. كذا تقريبا خلصنا، ما حضيف ولا حطول عليكم اكثر من كذا. يعطيكم العافية على المشاهد، اذا كان عندك اي سؤال او عندك مثلا نظرية تقدر تكتب في الكومنتات او تصحح معلومة انا اخطأت فيها مثلا، كل شيء وارد. يعطيكم العافية على المشاهدة، كان معكم حسام، في امان الله.